السلام عليكم عزيزي مزارع القطن. في ظاهرتين ممكن تحصل للقطن الاتنين عكس بعض، لكن بيجمعهم صفة ان هما بيكونوا السبب في نقص المحصول بدرجة كبيرة: الهياج الخضري والربط المبكر. الهياج الخضري يعني ايه؟ يعني لما تلاقي في اطوال للسيقان وزيادة في سمكها وغضضتها، مع زيادة في اطوال السلميات بين العقد بالمقارنة بالنبتات الطبيعية طبعا، وزيادة في حجم الاوراق وسمكها، وكمان لما تتكون افرع خضرية جانبية على النباتات من 1-4 فرع خضري، وزيادة في ارتفاع اول فرع ثمري على العقدة من 9-12 بدل من 6-8، واللي بيحصل في النهاية ان النباتات بتتأخر في تزهيرها، وبيكون في قلة في عدد اللوز على النباتات. طب ايه اسباب ظاهرة الهياج الخضري؟ اولا هي زيادة الكثافة النباتية في الاراضي الخصبة وشديدة الخصوبة، وكمان زيادة في معدلات التسميد الازوتي عن حاجة النبات، او اضافة السماد الازوتي بعد دخول النبات في مرحلة التزهير، وكمان زيادة معدلات التسميد النيتروجيني في مواعيد الزراعة المتأخرة، وده لأن بعض المزارعين بيعتقدوا أن العملية دي بتعوض التأخير في ميعاد الزراعة. كمان زيادة مياه الري مع ارتفاع درجات الحرارة والتأخير في عملية الخف، واللي بيؤدي لاستطالة السلميات، وخاصة لو كانت الزراعة بعدد أكبر من البذور. وأخيراً هو تصويم القطن في مرحلة النمو الخضري، يعني لو أخرت رية المحايا. طب لو حصل عندك هياج خضري هل ممكن تعالجه؟ من أهم وسائل علاج ظاهرة الهياج الخضري هي التوصية بالرش بالبيكس أو البلندر ربع لتر لكل فدان مرتين عند بداية الوسواس والتاني عند التزهير. الرش بالبوتاسين اللي هو بوتاسيوم زائد فسفور بمعدل 1 لتر لكل فدان من 2-3 رشات، أو الرش بحامض الفوسفاريك 60% بمعدل 0.5 سنتيمتر لكل لتر مية من 2-3 مرات. العمليات ديت بتؤدي لزيادة العقد ونضج اللوز والسيطرة على الهياج الخضري الزائد. وممكن كمان تعمل عملية تطويش في حالة الهياج الخضري، وده بإزالة القمة النامية للساق الرئيسي والأفرع الخضرية على عمر فسيولوجي عند تكوين 13-14 فرع ثمري، ده في حالة الزراعة المبكرة، ومن 10-12 فرع ده في حالة الزراعة المتأخرة، لأن ارتفاع درجات الحرارة بيسرع من معدل النمو. أما الظاهرة التانية وهي ظاهرة الربط المبكر، ودي عكس ظاهرة الهياج الخضري، فيها بيتم ربط النبات واتجاهه إلى النمو الثمري المبكر مع نقص واضح في النمو الخضري. وبتظهر الظاهرة ديت بصورة واضحة في الأراضي الملحية وشديدة القلوية، وكمان في الأراضي اللي بيرتفع فيها مستوى الماء الأرضي، أو نتيجة تصويم النبات وعدم توازن العناصر الغذائية. طب لو حصل عندك ربط مبكر ممكن ان انت تعالجه بانك ترش بمحلول اليوريا 1%، يعني كيلو جرام يوريا لكل 100 لتر ماء، مع الرش كل 10-15 يوم من 2-3 مرات. الرش بمحلول بوتاسين ان بمعدل 1 لتر للفدان، ويفضل الرش بعد الري باسبوع علشان يكون المحتوى المائي للنبات عالي. كمان الرش بمخلوط الاحماض الامينية 0.5 لتر لكل فدان، والرش بمركب به أزوت زائد فسفور زائد بوتاسيوم بمعدل 1 كيلو جرام لكل 200 لتر ماء. يا رب موسم خير عليكم جميعا، مع تحياتي عبير المليجي الإرشاد الزراعي بالرياض كفر الشيخ.